وقع صندوق العمل تمكين مذكرة تفاهم جمعته مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور. المذكرة هدفت إلى تيسير حصول 300 باحث عن عمل على التدريب اللازم الذي يؤهلهم لامتلاك رخصة قيادة المركبات الثقيلة، الأمر الذي سيسهم في سرعة إدماجهم بسوق العمل، خصوصا في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الطلب على مهنة سائق هذه النوعية من المركبات. ولمعرفة أشمل بتفاصيل هذه المذكرة وحجم الفائدة الآتية معنا عبر الهاتف سعادة السيد صباح الدوسري، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مرحبا بك سعادة الوكيل. في البداية، من أين تنبع أهمية هذه المذكرة؟ الله يسعد مساءكم بكل خير، ويطيب لي في البداية أن أبارك القيادة الرشيدة حفظهم الله والحكومة الموقرة وشعب البحرين، خاصة بمناسبة شهر رمضان مبارك، عاد الله على الجميع باليوم والخير والبركات. أمانة تنبع أهمية هذه المذكرة بأنها سوف تسهل على 300 باحث من العمل في الحصول على رخصة القيادة للمركبات الثقيلة، وتخفف عنهم التكلفة المالية، وتساهم كذلك في سرعة إدماجهم في سوق العمل، وخاصة مع الطلب المتزايد على هذه المهنة، مهنة قيادة المركبات الثقيلة من قبل القطاع الخاص. نعم. أي نعم. طيب، الباحثون عن عمل من سلبتهم المذكرة، هل هم من قائمة الأشخاص المسجلين عند الوزارة؟ نعم، من الباحثين عن عمل، واشترطنا لا يقل عمرهم عن 25 سنة، ولديه خبرة في السياقة لا تقل عن 5 سنوات. نعم. بحيث نعم يدخل في هذا البرنامج. نعم. طيب، ما هو دور الوزارة الحقيقي في هذه الشراكة المجتمعية التي تجمع مختلف المؤسسات الرسمية بالدولة؟ يعني أود أن أتقدم بخالص الشكر لصندوق العمل تمكين ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لتعاونهم في إنجاح هذا المشروع، والدعم السخي دائما لوزارة العمل. هذه الشراكة المجتمعية نابعة من سعي الحكومة الموقرة لتوفير فرص العمل المرغوبة من المواطنين، والتي تتماشى دائما مع توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بتكثيف المبادرات التي تسهم في تعزيز فرص التوظيف للعمالة الوطنية وجعلها الخيار المفضل. وهذه دائما يعني خارطة طريق بالنسبة لمشاريع وزارة العمل ومبادراتنا، ونحن نتمنى لها النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة السيد صباح الدوسري، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا لك.